اليوم راح نسوي لوك ناعم، خليكم معي. راح نستخدم الحين الكونتور والهايلايت من باليت ميك اب فوريفر. راح استخدم هذا اللون اللي بالنص، وبعدها راح استخدم هذا اللون حق الهايلايت. بستخدم هذا من لورا مارسي اللي هي اللوس باودر الحرة، اللي يسمونها لوس باودر الحرة. هذه أنا وايد أحبها، أستخدمها كذا استخدام، أستخدمها تحت العين كإضاءة، وأستخدمها ككفر حق كل الوجه. هذا قلم الستيك من ميك اب فوريفر اللي هو حق السموك، تقدرون تستخدمونه بديل الكحل، يعني تحطونه دايركت على مدمع العين لنهاية العين وتطبطبونه فرشة، راح يصير كله لون واحد وشكله شكل السموكي. راح استخدم هذا القلم البني من ميك اب فوريفر، يسمونه اكوا، هو ضد الماء، فتقدرون تستخدمونه داخل العين وراح يتم معاكم مده اطول. راح استخدم هذه الرموش من دلال بيوتي، اسمهم تشيك. هذول الرموش وايد حلوين وناعمين على العين. هذا كحل الحواجب من ميك اب فوريفر لونه براون، هو هم اكوا، الاكوا اللي يكون ضد الماي. راح استخدم هذه الماسكرا من بنفيت، راح توقف لي شعر الحاجب بطريقة التركيش. استخدم ثلاث اشياء حق الحمرة من ميك اب فوريفر. هذه الاضاءة فيس ان بادي من اوفرا اللي هو لون الشمر، تكون اضاءة فيها لمعة قوية.